في عام 2017 أعلنت شركة تويز آر أس في إحدى أشهر شركات ألعاب في العالم إغلاق متاجرها في أمريكا بعد 70 عام من العطاء وأيضا بعد تحديات التقنية الذكية. وقالت الشركة في رسالة وداعية مؤثرة جدا: أوعدونا بشيء واحد، ألا تكبروا على اللعب أبدا. طبعا في اليوم تأتي محاولة فريق حجر ورقة مقص لإعادة قيمة اللعب إلى حياتنا بعد أن سيطرت التقنية والأجهزة الذكية على كل شيء. نتابع وارجع لكم. في دراسة تقول إنه 89% من الأشخاص بعد الاجتماعات العائلية بيخرجوا هم وما هم مبسوطين من الوقت اللي قضوه، بيتواصلوا عن طريق العالم الفضائي بس ما في تواصل في العالم الحقيقي. وأنا كأخصائية علاج باللعب كنت دائماً أؤمن إنه اللعب له قوة، نستطيع بها نغير ونستطيع بها نعالج ونستطيع بها نقرب الناس ونخليهم يتواصلوا مع بعض بطريقة خالية من الأحكام وبطريقة آمنة. وجدنا إنه لا، إحنا ما نبغى نعمل ورش عمل، إحنا نبغى نعمل منتج وبرودكت يوصل لكل واحد في بيته. اشتركنا في جائزة الـ MIT عشان تساعدنا في أننا نطور هذه الشركة ونطور هذا المنتج. في خلال 6 أسابيع طلعنا باللعبة، بدأنا بمنتج والآن عندنا في مشروع حجرة ورقة مقص أكثر من 10 منتجات. تعميق التواصل عن طريق اللعب وأيضا تحفيز الفرد على الإبداع والتعبير عن الذات هو ما تحول إلى فكرة مبتكرة لتقديم ألعاب جميلة، ألعاب مغلفة بطابع تراثي. منورين اليوم رولا بادكوك وأيضا رفاء حساب مؤسسي حجرة ورقة مقص، رح نعرف كثير عنها. وشي منورين بنات، أهلا بيكي. إيش الموضوع؟ إيش حجرة ورقة مقص؟ من وين جتكم هذه الفكرة؟ وإيش تعليقكم أنه فعلا الناس بدأت تتعلق أو تفقد الألعاب التقليدية وتتعلق بالأجهزة الذكية؟ صحيح، هذا من حيجاوب فيكم اختار واحدة؟ رولا تفضلي. صحيح، يعني زي ما قلتي، يعني أغلب الناس الآن صارت بتتوجه إلى الألعاب، يعني الألعاب الآيباد والألعاب التكنولوجية، وما في توجه الألعاب التقليدية اللي فيها تواصل مباشر مع اللي حولك، مع محيطك. فإحنا يعني أنا ورفاه كانت من 2015 كانت عندنا فكرة إنه نبغى نرجع هذا الجو العائلي، هذا التواصل العميق اللي ما يصير غير عن طريق اللعب، يعني أو أحد وسائله هو اللعب. صح. فكنا نجلس دائما في جلسات كده عصف ذهني، إيش ممكن نطلع بفكرة اللي ممكن نعيد فيها هذا الشيء. يعني رفاه دارسة علم نفس أخصائية علاج باللعب، وأنا كان عندي مشروع سابق قبل كده برضو في مجال التعليم بالترفيه. فوقتها حضرنا مؤتمر كانوا عاملينه ليجو فاونديشن، مؤسسين ألعاب الليجو، مؤتمر كله دور حول كيف الواحد ممكن إنه هو يدخل اللعب في مجالات مختلفة، ويحضروا ناس من يعني على مستويات جامعات ووزراء في التعليم. فوقتها خرجنا وقلنا لا، إحنا كانت الفكرة أول إنه نبغى نعمل ورش عمل تحفز اللعب وبلاي ديتس وألعاب، يعني ورش عمل عن اللعب خفيفة يقدر الشباب والبنات أنهم يلعبوها. توقع أنه هذه كذا تكونت الفكرة بعدها عندكم. بعدها إحنا كانت الفكرة كذا في البداية إنه ورش عمل، وبعدين بعد المؤتمر هذا وبعد ما حضرنا قررنا لا، نبغى نطلع بمنتج منتج يوصل للعيلة، لكل عيلة في بيتها، وما يحتاج انه لو انت عملتي ورش عمل التاثير حيكون على مستوى ضيق جدا. فاحنا كنا نبغى التجربه ننقلها لكل واحد في مكانه. ومنها كان يعني بدانا وانطلقنا بمشروعنا. حلو. طب رفاه سحاب، تكلمتوا ايضا عن قيمه التواصل الامن عن طريق اللعب في ابتكاركم، ممكن افهم كيف اكثر؟ ما فهمت. دحين انت لما تقابلي احد في اي مكان، مثلا انا اليوم جيت هنا في الاستوديو، اول ما قابلتك في انطباع انت تاخذيه عني.
صح. وبالتالي دائما الناس يخافوا من هذا الانطباع، يخافوا انه انت تحكمي علي او انا احكم عليك من الشكل، من الشكل، من النظره الاولى، من النظره، من التصرف الاول، من الكلام، من الكلمه الاولى اللي اقولها. في احكام احنا نطلقها على بعض، وحتى اذا كنت اعرفك من زمان، يعني اذا انت كنت صديقه مقربه لي، في اي قرار حقوله او حتكلم عنه او اي حكايه حاجه حكيكي عنه حيكون لك راي خاص فيها وحكم. صح. وبالتالي احنا نخاف من الاحكام، واحنا نخاف من الحكم الاجتماعي زي خوفنا من اي شيء اخر فيزيائي. في بعض الدراسات تقول انه خوفنا من الحكم الاجتماعي زي خوفنا من لو قابلنا اسد، لهذه الدرجه. أوف. احنا لذي الدرجه، لهذه الدرجه احنا الخوف الاجتماعي خاف كان اذا قابلنا اسد. ايوه، احنا نخاف من الرفض، من ان احد ريجكت اس، رفضنا او يحكم علينا حكم سيء، زي خوفنا من شيء فيزيائي. لكن فاللعب مساحه امنه، اللعب الشيء الوحيد اللي نقدر نقدمه كحل، نكون في أنفسنا بشكل كامل زي ما قالت رولا، بحيث إنه ما نحكم فيه على بعض، بس ننبسط. يعني إحنا لما أنت تلعبي أنت دائما تنبسطي، ما تفكر كيف شكلك، ما تفكري مين بيشوفني، مين حيحكم علي بالضبط. أيوة. يعني بلعب كذا. أيوة. حتلعبي بشكل تلقائي، حتى لو شعرك تلخبط، حتى لو بلوزتك راحت فيها، أهم شيء حتنبسط. أهم شيء حفوز، أهم شيء حفوز بالنهاية، حفوز في اللعبة. صح. فبالتالي هذا الأمان اللي يخلق اللعب يجعل تواصلنا أعمق، ويعطينا مساحة أننا إحنا نجلس مع بعض وقت أطول. طيب. مما أنه إحنا وقابلنا بعض في جلسة عادية. طب أنا أكيد أنه الألعاب الذكية والإلكترونية خلقت فراغ مرة كبير بيننا، يعني خلاص حتى الشباب صاروا يلعبوا هذه الألعاب لوحدهم في غرفتهم، يلعبوها أونلاين، فما بيجلسوا كثير مع أهلهم، ما بيقابلوا أصحابهم، بتبعدهم شوية عن المجتمع، بتخليهم في عالم انعزالي كذا لوحدهم. فنبى نعرف كيف قدرتوا أنكم تطوروا هذه الألعاب عشان تبعدوا هذا الفراغ الموجود بين الشباب وأهاليهم وأصحابهم بنفس الوقت. الصراحة هو الشيء الأساسي اللي احنا قدرنا نطوره، احنا ما اخترعنا شيء، احنا اللي سوينا انه احنا استغلينا ألم يعاني منه الجميع. في دراسات تقول انه في جلسات الناس لما اجلسوا 97% يعني قريب 100% بعد ما اخرجوا من الجلسه يحسوا بتأنيب ضمير، انهم هم جلسوا طول الوقت على الجوال. والله ما بيأنبهم ضميرهم، بعضهم ما بيأنبهم ضميرهم، قاعدين وخارجين ولا كأنهم جلسوا. لكن الجلسه كلها صرنا ما نحب نجلس مع بعض من كثر ما انه كل واحد مشغول بجواله. احنا استغلينا هذه المشكله وقدمنا حل. الحل كان الشرط الأساسي في كل لعبة احنا الآن نصنعها انه هي لعبة يلعبها جميع افراد العائلة، ما يبغى لها قوانين صعبة، ما يبغى لها يعني ذكاء، ما يبغى لها ما استراتيجية، كل افراد العائلة من الكبير للصغير يقدر يلعبها. يقدر يلعبها. طب رولا ايش رايك تشرحي لي الألعاب الموجودة اليوم عندنا على الطاولة؟ طيب احنا يعني بعد ما قلت لك بعد اول منتج طلعنا فيه اللي هو كان تجربه، كان اسمه كرنفال العيد، وطلعناه في العيد عشان كنا نشعر انه برضه العيد فتره العيد ما في هذا التواصل اللي يعني برضه نفس الشيء، كل واحد مشغول عن الثاني، فكنا نبغى نرجع يعني نعيد احياء الفرحه بالعيد ثاني. فكان اول منتج اللي هو كرنفال العيد وكان تجربه والحمد لله نجح. فبعدها طلعنا نعتبر هذه اللعبه بدون كلام هي أول لعبة حقيقية اللي طلعنا فيها كمشروع وكبزنس. لعبة بدون كلام. أي هي بدون كلام أمثال. هذه عندنا إحنا اثنين فيرجن، بدون كلام أمثال وبدون كلام طرب وفن. فكرة بدون كلام هي لعبة الأمثال الشعبية متواجدة في ثقافات مختلفة، لكن إحنا حولناها اللعبة إنه أنتي تمثليها. كيف؟ تمثلي المثل. طيب فشريت هي نقول مثال يلا نلعب. طيب. يعني كيف؟ أوكي. ممكن نسويها. اعطيني اسهل مثل. اعطيني اسهل. ايش رايك؟ اوكي. اسحبي. اوكي. تمثلي. ايه. صعب. ايه. طلع لي الراجل ما يعيبه الا جيبه، هذا اللي كثير من الناس تعبوا صراحه في مواقع التواصل الاجتماعي، فححاول امثله. لا بس الحين قولي، لا خذي ده، خذي ده، لازم ما اقول قولي. تجربه واحده ثانيه، احنا لازم جربت نكتشف ايش المثل. اوكي احنا لازم نكتشف، يعني الحين انا قريته ما امثله. ايوه احنا ما نعرف. اوكي. خمسه يد ما تصفق، واحده يد واحده ما تصفق. يس. صح، يد لوحده ما تصفق. حبيت انكم تقروا المقوله او المثل
وتمثلوها واللي معاكم يتشخن. ايوه اللي معاكم ايوه. فهي تتلعب فريقين قبل شيء اربع اشخاص وكل شخص يمثل لفريقه والفريق الفايز هو اللي جمع اكبر عدد من النقاط. واضفنا ليها كذا بعض التويست للعبه، فيه برضه كمان مكعبات ممكن تمثليها وانت مغمض عينك، يعني عملنا فيها شويه جانب. طب ايش رايكم نجرب طرب وفن؟ اعطوني عجبتني اللعبه بنلعب. يلا يلا. هنا مسلسلات واغاني. تمثلي مسلسلات في بالانجليزي في بالعربي؟ تبي بالعربي ولا لا؟ ما عارف كيف امثله. طيب كمان واحدة من أنجح الألعاب عندنا اللي هي حكاوي، لاين حق حكاوي. برضو كمان عبارة عن هي يعني لعبة التنس لونه أزرق بالعربي. أوكي. عالمية اللي هي الكروت الطاولة، فأنت تسحبي كرت وتفتحي حوار ونقاش مع اللي جنبك. يا جماعة الموضوع صعب مو سهل أبدا. ترى صعب مو سهل أبدا. أعطيني أمثال. ما عجبتني ما عارف أمثلها. صعبة تبغينا مرة صعبة. طيب أوكي. فيها مسلسلات وفيها أغاني فيها أغاني أيوة. مسلسلات أوكي أيوة. طب وهذه أمثال. هذه أمثال. هذه الحكاوي. هذه مجموعة من الألعاب أو الأسئلة اللي لما تكوني مسافرة أو في غرفة انتظار في مستشفى أو تكوني بتنتظري في مطعم، تقدروا بينكم وبين بعض تمرروها وتسألوا بعض هذه الأسئلة فبتفتح تفتح نقاشات. أعطيني أشوف نلعبها. تقدر تسأليني يعني. أسألكم أسئلة مفتوحة. كيفو إيش الأحمر وإيش الأزرق؟ الفرق في فرق يعني الأزرق أسئلة مفتوحة شخصية والأحمر تحت خيالية. الخمر خيالية. طيب إيش تبغوا أسئلة خيالية؟ ممكن أسئلة ضحك أكثر أحس أسئلة أي حسيت خليها مفتوحة. طيب الأجوبة موجودة مفتوحة. أوكي كذا. طيب بتخيل أنك دخلت لهذه السفينة مع شخص فاقد للبصر، قم بوصف السفينة بالتفصيل من الداخل. يلا واحدة تشرح لي. يلا رفا. الحمد لله أنه أنا اللي بسأل. الحمد لله أنه أنا اللي بسأل. طيب ممكن أجرب. طيب أنا الآن فيها لشخص أعمى. أيوة أنا حتخيل أنك أنت ما تطالع ما تشوفي، فحقول إحنا دحين داخلين سفينة. أول ما حتدخلي في ريسبشن أو في استقبال كبير جدا. البساط اللي في الاستقبال لونه أزرق. الجدار لونها ذهبي. في أربعة أشخاص بيستقبلونا مبتسمين. حنروح عندهم، حنبدأ نسوي تشيك إن، حاعطيهم معلوماتنا. الآن بعطيهم جلسة معلوماتنا. أعطونا كروت هذه السفينة لأنه إحنا حنبات في هذه السفينة. حنبدأ هذه السفينة فيها 30 دور مثلاً. واو. حيكون فيها عرض مسرحي بعد ساعة، فيحتاج إنك أنت تتجهز. فيها ألعاب مائية. أنا إذا تحب إني أنا أرافقك يعني زي كذا. إنه هذه اللعبة تأخذكم كذا حبيتها. تاخذ لانه هي تساعد على توسيع الخيال كثير وفيها اسئله صريحه وفيها كمان اذا تبي تتخيل في نفس الوقت، فحلوه في للتجمعات الشباب والبنات البسيطه يعني بدل ما يضيعوا وقتهم في الجوال فوسعوا خيالكم اكثر. هذه للاطفال. ايوه في احنا الحكاوي هي ثلاثه فيرجن، واحده للاطفال، واحده حكاوي ما جبناها اللي هي للعائله، والثالثه للمرتبطين فللازواج والزوجات رولا اكيد حنلعبها ونشوفها بعد في لازم يكونوا مرتبطين. أيوة لازم يكونوا أيوة. والمخطوبين يعني للتعارف لفتح نقاشات وحوارات برضو بدل ما كل واحد قاعد على جواله. جميل. نحن حنرجع لحوارنا معاكم ولكن خلونا نشوف راي الشخصيات اللي شاركتنا ايضا في موضوع اللعب ونرجع لكم. كان ايام زمان لما كنا نقعد نجتمع نلعب كارم، نلعب طومنة، نطلع الحارة، نلعب كورة، نلعب برجون، نلعب مع الشباب استغماية. في أكثر من وسيلة للعب حركية، مو زي الوضع الحالي. الوضع الحالي كل واحد قاعد لحاله، زادت السمنة، زادت ألام الظهر، زادت ألام الرقبة، وكل هذا بسبب الألعاب الإلكترونية والتقليل من الألعاب الحركية.
خلال اللعب احنا نقدر نثري ونخزن مفردات لغويه جديده، نقدر ننمي المهارات الادراكيه للطفل، مهاره حل المشاكل ومهارات الخيال، وكمان نقدر نبني فيها المبادئ الاساسيه اللي احنا نحتاجها للمهارات الاكاديميه، وطبعا كمان المهارات النطقيه. فكل ما كان اللعب تمثيلي اكثر، كل ما كان واقعي اكثر، كل ما قدر الطفل انه هو ينقل هذه المهارات اللي تعلمها هنا للحياه اليوميه. تقسيم الادوار وتقسيم الالعاب اللي كانت بين الاطفال ايام زمان تنمي مواهبهم، خيالهم، قوه شخصيتهم، هي اللي خلت كل الاب ستورز اللي انتم شايفينها والتكنولوجيا والتطور خيال الطفل قديما. لكن لما احنا نحصرهم جوه التكنولوجيا ايش حيصير في المستقبل؟ رولا، اشتركتوا في مسابقات وحصلتوا أيضا على الجوائز، فمهم نعرف إيش أبرز هذه المسابقات. مجتمع جميل بيعمل مسابقة سنوية بالتعاون مع MIT، مع جامعة MIT، مسابقة للشركات الناشئة. فقدمنا إحنا في المسابقة هذه اسمها Start Smart، فزنا فيها بالمركز الثالث. من أكثر الأشياء اللي فادتنا في المسابقة هذه هو الدعم مو فقط المالي اللي جانا، بس كمان المنتورشيب والتوجيه اللي جانا على من فريق المسابقة. بعد كده بعد الفائزين اللي هي ثلاثة تراكس، أفكار وأعمال ومشاريع ناشئة ومشاريع تجارية، بعد كده الفائزين الثلاثة بيقدروا يسابقوا بيشتركوا في مسابقة على مستوى عالمي. وإحنا فزنا الحمد لله في سنة 2015 كشركة سعودية ناشئة. فحب أشكر مجتمع جميل على هذه الفرصة. أكيد نوجه لهم تحية وشكر. طبعا على السريع وأخيرا رفاء، طموحكم وين رايح بحجر ورق مقص؟ يعني إحنا لنا دحين زي ما قلت 10 منتجات في خط الإنتاج اللي هو تعميق التواصل داخل العائلة. الخطوة القادمة إن شاء الله نبغى نطلع مجموعة من الألعاب هدفها الأساسي تعميق التواصل مع العالم حولك خارج العائلة. جميل. فحتكون إن شاء الله أول خط إنتاج تربوي بشكل يعني خاص، وحيكون للأطفال، والهدف منه إنه يعرف الأطفال عن الثقافات المختلفة حول العالم، يساعدهم يكونوا يواجهوا العالم كل يوم بفضول وبحب وبتعاطف وبفهم عميق. جميل. أكثر مما إنه لأنه نشوف في الأخبار في أشياء أحيانا تزعجنا وتزعج الأطفال وتوريهم الجانب السلبي من العالم. من ألعابكم أكيد لها أهداف جميلة، ونحن في ساعة شباب نتمنى لكم كل التوفيق. بنات، أنا شخصيا عجبت جدا بهذه الألعاب ومنتظرة ألعابكم القادمة. كل التوفيق لكم رفاه ورولا. شكرا لكم. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم.